أكبر مكتبة متنقلة في العالم اسمها مكتبة لوجز هاب الدولية. دي عبارة عن سفينة ضخمة جدا فيها آلاف الكتب في كل المجالات والموضوعات المختلفة، بيشتغل عليها متطوعين من 58 جنسية مختلفة. السفينة دي بدأت رحلتها في 2009 ودلوقتي بتستقبل زوارها في ميناء بنغازي. تجربة مختلفة للقراءة بتقدمها مكتبة لوجز هاب الدولية العائمة واللي متواجدة دلوقتي في ميناء بنغازي وزارها لحد الآن 20,000 زائر. المكتبة فيها آلاف الكتب في كل التخصصات من أول كتب الأطفال ولحد كتب الطب والهندسة والكمبيوتر والمحاسبة. وخلال الأسبوع الأول للمكتبة في ميناء بنغازي قدمت مجموعة كبيرة من الكتب شملت أكثر من 5,000 كتاب متنوع. وقالت رحاب عثمان شنيب: حضور السفينة أو المكتبة العائمة إلى مدينة بنغازي هو حدث طبعا أثار ضجة كثيرة جدا، حضور كبير جدا من المواطنين. سنراه من وجهين. طبعا أنا حضرت في الافتتاحية، تفرجت على الكتب، طبعا كانت اللغة الإنجليزية أكثر الكتب بحكم أنها طبعا اللغة هي لغة العلم، هي اللغة المتداولة عالميا. هناك كثير من الكتب العربية، ممكن أن تحصلت على ثلاث كتب اشتريتها أول يوم، منها كتاب النقد الثقافي والرؤية الواقعية في القصة الفلسطينية وكتاب آخر يخص علم الاجتماع. قضينا جولة كاملة للكتب، طبعا كلها تحمل عناوين للأطفال، للنساء، للرياضة، للشباب، عام، مراجع، يعني كلها خبز، تنقل، كلها مواضيع عامة وفيها جانب من التعليمي. يعني كان أغلبية، يعني فوق من 60% كانت تحمل كلها عناوين أطفال وترفيهي وتعليمي وبوك إنجليش. المكتبة بيشتغل فيها متطوعين من 58 جنسية مختلفة على متن السفينة، ومن سنة 2009 بدأت مكتبة لوجز هاب الدولية العائمة رحلتها لمعظم الموانئ الدولية وعلى متنها عشرات الآلاف من الكتب، وبتعتبر هي أكبر مكتبة متنقلة في العالم.